أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مع عدد جديد من حصتكم في لحت بلادي بالقناة الاقتصادية الأولى. في الأغذية تاع الدواجن في 2019 كانت لل 2023 السعر تضاعف 100%. احنا نلقحوا أكثر من 10,000 دجاجة في النهار كل يوم. ناخذوا الحذر، يعني ربما تجي الأمراض هذه تجي من خارج الحدود يعني وتقدر تصيب لنا القطعة نتاعنا. والشيء الخطير خطير جدا الأمراض الفيروسية. الفيروس طيور الأجسام الذي يؤدي إلى الموت. حقنا الآن حتى كاين يعني مربين عندهم حتى 500,000 ومليون دجاجة بيوت. 90% رانا من 10% كيكون السعر يطلع ويهبط ما يأثرش على المستهلك. أسعار يعني معقولة للمستهلك وأيضا ربح مش ربح للمربي. إلى أن نلقاكم يعني في عدد جديد من حصتكم في لحت بلادي بالقناة الاقتصادية. تشاهدون هذا البرنامج في الأوقات التالية.